قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة، والآية 23 إلى ربها ناظرة، هذه بالظاء. فأنا عندي هنا وجوه يومئذ ناظرة بالضاد، إلى ربها ناظرة بالظاء. انظروا إلى الكلمة القرآنية ناظرة وناظرة، الأولى بالضاد والثانية بالظاء. فلا أخرج لساني في الضاد في الأولى، لا أقول وجوه يومئذ ناظرة، لا، ناظرة من النضارة وهو البهاء والحسن والنقاء البشرة النضارة. أما الثانية إلى ربها ناظرة، الظاء فيها بخروج اللسان، تنطق بخروج اللسان، وهذا لبيان اختلاف المعنى. فناظرة لها معنى، ناظرة لها معنى آخر، فليتنبه لهذا، بارك الله فيكم.